لابيفول موفيكال منتج تقني عال لتوفير تراكم الكالسيوم الأكثر كفاءة واستيعابا، ورقي وجذري. الكالسيوم عنصر أساسي للتنمية السليمة للمحاصيل، ولكن لديه حركية محدودة جدا داخل النبات مع حركة بطيئة في نسيج الأوعية الخشبية وحركة محدودة جدا تجعل امتصاص الكالسيوم محدودا جدا في الفاكهة. هذا النقص في الكالسيوم يؤدي إلى انخفاض جودة الفواكه ويجعلها أقل صلابة بعد الجني، ذات حفظ سيء ما بعد الحصاد. مع تقنية لابين سمارتك ولابيفول موفيكال لقد حصلنا على الكالسيوم المركب وجعله 100% معترفا به من قبل المحاصيل، تسهيل الاختراق الصحيح وزيادة القدرة على الحركة مع نتائج واضحة في الفاكهة، مقاومة أكبر وثبات، تحسين حالة المنتوج ما بعد الحصاد. أمثلة النجاح: في حالة الفراولة يتحسن الحفظ بشكل ملحوظ بفضل الحصول على صلابة أكبر وثبات أكبر. مع تحسن الحزم في الفاكهة قللنا بشكل ملحوظ من الحوادث في مزارع الكروم والبستانية، ونقوم بتقليل مخاطر الأمراض الفيزيولوجية العفن مثل في أشجار التفاح النقرة المرة، العفن القمي للطماطم. لابيفول موفيكال متوافق مع المنتوجات الأخرى، وللحصول على نتائج ممتازة وأفضل يجب استعماله مع لابيسينيرجيك. لتحسين ظروف الحفظ بعد جني المحصول والحد من العفن البني في الخوخ. لابيفول موفيكال المساهمة المثلى والفعالة للكالسيوم.